بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا مرة تانية في دروس الجيكوري. هنكمل مع بعض النهاردة البيزك سيلكتور. كنا وصلنا المرة اللي فاتت لغاية النقطة E، هنكمل مع بعض النهاردة الثلاث نقط دول، وعندنا نقطتين كمان نسينا نقولهم قبل كده. تمام، النقطتين اللي نسينا نقولهم قبل كده ليهم علاقة بالاتريبيوت، بالتاج اتريبيوت. تمام، نبدأ الأول نكمل التاج اتريبيوت. تمام، عندنا دي المحاضرة الخامسة النهاردة إن شاء الله. تمام، كالعادة طبعا ال HTML وال JavaScript بتاع. تمام، عندنا UL. تمام، جواه ال I، نقول مثلا ده Egypt. تمام، والتاني مثلا KSA، والتالت UAE. ماشي، التايتل هنقول فيه اتريبيوت مثلا اسمه تايتل، اسمه ايتم سلاش 1. تمام، وهنقول مثلا التايتل التاني اسمه ايتم سلاش 2، هنشوف الوقت ليه، والايتم التالت هنسميه ايتم بس. ماشي، تمام. فكرة الاتربوت اللي احنا عايزين نتكلم عليها النهاردة هي الفكرة ان انا ازاي اوصل لإليمنت معين لاتربيوت عن طريق الاتربيوت بتاعه اللي فيه علامة الهايفن او علامة الداش، سواء في علامة الداش او بيساوي القيمة دي على طول من غير الداش. هنشوف مع بعض دلوقتي. لو احنا مثلا عايزين نوصل لل i دوت، هنقول دي واحد اتربيوت هايفن هايفن او الداش. تمام، دي ايكوال فاليو اور بيفور الايه الهايفن. لو قلنا دولار ساين ال اي، تمام، جواه اتريبيوت اسمه تايتل، الاتريبيوت تايتل دوت علامة اللي عايزين نتكلم عليها النهاردة اللي هي الباي. تمام، جوه اسمه ايتم هنقول هنطبق عليه سي اس اس، ايا كان السي اس اس ده، باك جراوند سلاش كولر، ونقول مثلا قد. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان انا عندي ال اي جواه اتريبيوت اسمه تايتل كالعاده. تمام، الاتريبيوت اللي اسمه تايتل دوت انا عايزه بيبدا التايتل ده بيساوي كلمة ايتم، او بيبدأ بكلمة ايتم وبعده الهايفن اللي هي علامة الداش، اي حاجة كده انا هقدر اوصل لهم. يبقى احنا كده وصلنا للتلاتة element دول، اطبق عليهم اي افكت انا عايزه، يا اما بيساوي الفاليو او بعديه هايفن وبعد كده اي بعد الهايفن اي حاجة انا عايز. تمام، لو جينا عملنا view in browser، تمام، لقينا كله اتطبق عليه الافكت اللي هو لونه احمر. تمام، ليه بقى دوت حصل؟ زي ما احنا شايفين قلنا الهايفن او فاليو معينه عن طريق الباي، يبقى عندنا ال اي جواه اتريبيوت اسمه تايتل عن طريق الهايفن اللي هي علامه الباي، بقول له التايتل بيساوي كلمه ايتم او كلمه ايتم في الاول وبعد الهايفن اي حاجه او بعد الداش اي حاجه. طيب، تاني حاجه عايزين نتكلم عليها النهارده اللي هو الاتريبيوت ديليميتد باي سبيسز. لو قلنا ال اي وسميناه مثلا اورنج، تمام، وعملنا ال اي تاني سميناه مثلا بلو، وكتبنا التايتل ده مثلا اتريبيوت اسمه تايتل اسمه ايتم 1 مثلا، تمام، وجواه اورنج. تمام، وده تايتل بيساوي مثلا ايتم 1. الخاصية اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي هي ان الاتريبيوت اللي هو مثلا هنا اسمه تايتل delimited by spaces، تمام، او بيساوي الفاليو المعينة. ممكن نخلي بس الاورنج الاول عشان نوضحها اكتر. تمام، يبقى احنا عندنا الوقت التايتل الاولاني واخد اورنج واخد ايتم 1 والتاني واخد ايتم 1، نشوف ازاي هنتعامل معاه. الخاصية التانية اللي هي attribute delimited by spaces or equal to value. لو خدنا اللي قبلها كده كوبي وبيست بالظبط وغيرنا العلامة دي للعلامة اللي هي المايلة دي، تمام، وقلنا مثلا ده هيبقى جري وايتم 1،
يبقى معنى الكلام ده ان انا بقول له ان التايتل بتساوي ايتم 1، او ان التايتل جواها حاجه اسمها ايتم 1 مفصوله بمسافات بينها وبين اي حاجه تانية انا عايز. لو جينا عملنا ريفرش او ريفرش للصفحه، هنلاقي الاورنج والبلو بقى لونهم جراي. ليه بقى لونهم جراي؟ لان احنا قلنا عندنا ال li دوت جواه تايتل في اسم اور، واحد اسم اورنج، واحد او اسم اورنج ايتم، تمام، ايتم 1، والتاني اسمه ايتم 1، بس الاولاني دي ليميتد باي سبيس، وهنا التاني بي ايكوال الفاليو. يبقى انا لو انا عايز اوصل للاتنين دول واعمل عليهم افكت، لان الاتنين مشتركين في ايتم 1، تمام، بعمل ايه؟ بعمل حته الديليميتد باي سبيسز، بقول له ان ال li الفلاني جواه اتريبيوت اسمه تايتل اما بي ايكوال الايتم 1 او الايتم 1 دوت ديليميتد باي سبيسز. لو جينا فصلنا التايتل 1 ده وقسمناه لكلمات يعني مفصوله بسبيسز، هلاقي ايه؟ ايتم 1. ماشي، يبقى احنا كده خلصنا مع بعض النقطتين اللي هي 6 و7، تمام. نكمل مع بعض ال F وال G وال H. ماشي، هنشوف زي ما احنا شايفين مع بعض. لو انا عندي مثلا هنا ديفاية، تمام، هنقول مثلا first div، تمام، وفي ديفاية تانية هنسميها second div. لو انا عندي هنا باراجرافات، كمية باراجرافات مثلا 1 2 3، وعندي هنا باراجرافات 1 2 3، لو قلنا ده باراجراف 1، تمام، قلنا ده باراجراف 2، قلنا ده باراجراف 3، قلنا ده باراجراف 4، قلنا ده باراجراف 5، وقلنا ده 6. ماشي، عندي 2 من البيزك سيلكتور اللي احنا لسه ما اتكلمناش عليهم، اللي هو ايه؟ اللي هو ازاي ان انا اوصل لإليمنت، إليمنت اللي هو الباراجراف، اول باراجراف بعد التاج ديفاي. يعني انا عايز اعمل افكت على اول باراجراف بعد الديفاي هنا، واول باراجراف بعد الديفاي هنا، اول باراجراف بعد اي ديفاي، تمام. هنيجي هنا نقول معانا تالت حاجه، first element after specific element. هنعملها ازاي؟ نقول دولار ساين div. لو كتبنا باراجراف يبقى باراجراف جواه، صح، زي ما احنا اتفقنا قبل كده. لو جينا خدنا دي كوبي وبيست وخليناها مثلا اورنج، لو عملنا كده يبقى احنا عايزين كل باراجراف جوه الديف. احنا ما عندناش هنا زي ما احنا شايفين، ما فيش باراجراف جوه الديف، تمام. اللي عندنا دلوقتي اول باراجراف بعد الديفاي، بعد اي تاج الديفاي عايز اول باراجراف، يبقى هنحط علامة زائد. يبقى التاج دوت او السيلكتور ده معناه ايه؟ معناه ان انا عايز اول باراجراف بعد الديفاي اعمل عليه اي افكت معين، او اعمل عليه اي حاجة انا عايز. لو جينا عملنا ريفرش هنلاقي اول باراجراف دي فيرست ديف اهي، اول باراجراف طبق الافكت بتاعه، واول باراجراف بعد تاني ديف طبق الافكت بتاعه. ماشي، تمام. طب لو انا عايز اعمل افكت على الثلاث باراجرافات دول بس، مش عايز اعمل على الباراجرافات التانية، ممكن اعمل ايه؟ ممكن احط الديفايه دي اول ديفايه، والباراجرافات اللي جواها جوا كونتينر معين اللي هو مثلا ديفايه، تمام. وهدي للديفايه دي كلاس اقول له دي فيرست ديف. ماشي، لو انا قلت له الفيرست ديف دي زائد الباراجراف، يبقى هيجيب لي اول باراجراف بعد الديفاي دي. ازاي؟ لو جينا هنا وخدنا ده كوبي وبيست، بس بدل ما كتبنا ديف كتبنا فيرست ديف، يبقى انا عايز اول باراجراف بعد الكلاس اللي اسمها فيرست ديف، هطبق عليه افكت معين وليكن بلو، تمام. يبقى انا كده وصلت الفيرست، عايز اول باراجراف بعده بس جوه كونتينر، يبقى انا كده جوه كونتينر اللي هو الديفاي، انما المره اللي فاتت كان جوه كونتينر بتاعه اللي هو البادي. لو جينا عملنا ريفرش هنلاقي لونه بقى ازرق. ماشي، تمام. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي في نقطتين مهمين جدا، ازاي
اوصل لاول باراجراف بعد عنصر معين. لو انا عايز اوصل لاول او اول element، قصدي اول element بعد element معين، يبقى انا كده وصلت لكل الباراجرافات، كل اول باراجرافات بعد الدفايه. لو انا عايز اوصل لاول باراجرافات بعد دفايه معينه، بعمل ايه؟ بوصل لها عن طريق اي حاجه انا عايزها، عن طريق ايه، كلاس اي دي، اي حاجه ان انا اوصل للدفايه دي. ماشي ماشي. طب انا عايز، لو انا عايز اوصل لكل الباراجرافات اللي بعد الدفايات، مش عايز اوصل لايه، لدفايه واحده، لباراجراف واحد، ممكن اعمل ايه؟ عندنا دي الخاصيه الرابعه اللي هي all paragraph all elements after specific element، او all specific elements after specific element. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو قلنا دولار ساين ديف وقلنا بي وخدنا دي كوبي وبيست، زي ما اتفقنا، دي معناها ان انا عايز باراجراف جوه الديفات. انا مش عايز باراجراف جوه الديفات، انا عايز كل الباراجرافات اللي بعدها قبلها ديف. يعني ايه؟ يعني انا عندي ديفايه عايز اعرف كل الباراجرافات اللي جواها، اعمل عليهم اي حاجه انا عايز. ماشي. لو قلنا خلينا دوت مثلا جرين، تمام، وعندي دي ديفات اهي، عندي دي ديفاية بعدها تلات باراجرافات، يبقى انا وصلت للديفات دي، التلاتة مع بعض هعمل عليهم افكت معين، وعندي دي ديفاية بعدها تلات باراجرافات هعمل عليهم ايفنت معين. ولو حطينا هنا كمان باراجراف وسمينا مثلا تمب باراجراف، يبقى انا كده ديفاية البيرنت بعدها باراجراف ممكن اعمل عليه اي element اي افكت انا عايزه. لو جينا عملنا ريفريش اتحولوا كلهم بقى خضر. ليه بقى؟ لان انا عندي دي فيرست ديف، تمام، فالفيرست ديف بعدها ثلاث باراجرافات يبقى انا وصلت له. ماشي. بس كان في ديفايه اللي هي كونتينر بعدها باراجراف، يبقى انا وصلت له. وعندنا السكند باراجراف، السكند ديف معلش، بعديه ثلاث باراجرافات، يبقى انا ايه، وصلت لهم كلهم. يبقى عن طريق العلامة اللي هي المايلة دي بوصل لأي element نوعه باراجراف، نوعه أي حاجة أنا عايزها بعد element معين. تمام. بالمثل برضو بالظبط، لو أنا عايز أوصل لكل الباراجرافات بس جوه بيرنت معين، يعني لو أنا عايز أوصل للتلاتة دول بس عن طريق الكلاس، الكلاس دي اللي جوه الكونتينر اللي هو الديفاي، نفس الفكرة بالظبط. ناخد دي كوبي وبيست، ومكان ديف هقوم حاطط فيرست ديف. يبقى انا عايز الفيرست ديف اللي هم اول ثلاثة، اول ثلاثة باراجرافات بعد الفيرست ديف جوه الكونتينر اللي هو الديف اللي ايه، البير. لو عملت ريفرش هلاقي اول ثلاث باراجرافات بقى لونهم اللون اللي انا عملته، او الايفكت اللي انا عملته. طيب نراجع مع بعض كده بسرعة، احنا اتكلمنا في ايه النهاردة؟ اتكلمنا النهاردة في 4 حاجات. اول حاجه خالص ازاي اوصل لاتريبيوت معين، الاتريبيوت دوت يا اما بيكوال فاليو معينه، يعني لو الاتريبيوت بيساوي فاليو معينه، او الفاليو دي موجوده وبعدها علامه الهايفن وبعدها اي حاجه انا عايزها. تاني حاجه اتكلمنا عليها النهارده، قلنا الاتريبيوت لو بيكوال فاليو معينه او الفاليو ديت ديليميتد باي سبيسز. اتكلمنا بعد كده ان انا ازاي اتعامل مع اي element بعد element معين على طول، بعده دايركت على طول. يبقى لو انا عندي باراجراف فيرست باراجراف بعد الديفات بعمل عليه اي effect انا عايزه، يبقى انا كده وصلت لكل الباراجرافات اللي بعد الديفات اللي هم ده، التلاتة دول وده وده، بس اخترت منهم اول واحد واول واحد واول واحد عن طريق علامة الزائد. يبقى علامة الزائد بتوصل لأول باراجراف بعد دفاية، ده بعد دفاية، والباراجراف ده بعد دفاية، وده باراجراف بعد دفاية. تمام. طب لو أنا عايز أوصل لأول باراجراف بعد دفاية بس معينة، يبقى هدي مثلا لدي كلاس يقول أنا كده وصلت للباراجراف ده بس. تمام. لو إحنا عايزين نوصل لكل الباراجرافات اللي بعد دفاية، بحط علامة اللي هي العلامة المايلة، يبقى أنا كده وصلت لكل الباراجرافات اللي بعد دفاية، والباراجراف ده بعد الدفايه، والثلاث باراجرافات دول بعد الدفايه، بعمل عليهم ايفنت انا عايزه او اي حاجه انا عايز. لو انا عايز اوصل لباراجرافات بعد element معين جوه بيرنت، يبقى انا كده وصلت للثلاثه دول بعد الدفايه بس جوه البيرنت بتاعهم، يبقى دي عن طريق الايه،
الكلاس او عن طريق اي حاجة اميز بيها ايه الدفاع اللي انا عايزها دي. يا رب يكون الدرس ممتع وواضح النهاردة ان شاء الله، وان شاء الله مستنيينكم المرة الجاية ان احنا نكمل بقية السيلكتورز. كده خلصنا البيزك سيلكتور، هنكمل مع بعض البوزيشنال سيلكتور وبقية السيلكتورز بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.